السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد صغير في حلقة جديدة عن مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم الحل النهائي والحل الأفضل لحذف الملفات التي لا تقبل الحذف. على سبيل المثال، لدي هذا الفيديو، عندما أضغط على ديليت هكذا يقول لي لا أستطيع يعني حذف الملف لأنه قيد الاستخدام، وهو ليس يعني قيد الاستخدام، حتى تقوم بإيقاف تشغيل الحاسوب وإعادة فتحه مرة أخرى تظهر لك هذه النافذة. فحل هذه المشكلة سهل جدا، فقط بتنزيل هذه الأداة. طريقة تنزيل البرنامج تتم بالدخول إلى هذا الرابط الذي سوف تجده أسفل الفيديو، بعد ذلك هنا تكتب البريد الإلكتروني، هنا الاسم عفوا الخاص بك فول نيم، يعني تكتب أي اسم تريده، وهنا البريد الإلكتروني الخاص بك يجب أن يكون صحيحا. بعد ذلك انتقل إلى البريد الإلكتروني الذي وضعته هنا في الموقع، سوف تجد هذه الرسالة. إذا لم تجدها سوف تجدها هنا في الرسائل الغير مرغوب فيها أو السبام، ثم تجد الرسالة، تدخل إليها وتضغط على هذا الرابط. الآن سيبدأ معك التنزيل. Unlocker Tool تظهر هنا، يعني عندما تقوم بالضغط على زر الفأرة الأيمن يظهر لك خيار هذه الأداة، وعندما تقوم بالضغط على أي ملف تقوم بالضغط عليها هكذا حتى تفتح هذه الأداة. الآن تنتقل إلى المكان أو المسار الذي يوجد فيه هذا الفيديو. على سبيل المثال سأختار القرص المحلسي، بعد ذلك سأختار اليوزرز، اختار الجيك يعني اسم المستخدم الموجود في حاسوبي، بعد ذلك اختار ديسكتوب. الان ارى اسم الفيديو واقوم، اذا هذا هو الفيديو 3875، واقوم بالضغط هنا على ريموف فايل ثم اضغط اوكي. تم حذف الملف بنجاح وتم ازالته من الحاسوب فقط باستخدام هذه الاداة، اداة رائعة للغاية، استخدمها دائما في حذف الملفات التي لا تقبل الحذف. شكرا على حسن متابعتكم، ورجاء ان اعجبتك هذه الحلقة لا تبخل علي بالضغط على زر لايك وكذلك سبسكرايب للقناة، ولا تنسى كذلك الاعجاب بصفحتنا على الفيسبوك وزيارة المدونة كذلك. نلتقي في حلقة قادمة، الى اللقاء.